هذه كرة، هذه الكرة والاحتكاك موجود، نعم الاحتكاك من بريتوس الأورغوياني على قدم المونتينيغري اعتقد موجودة، وبالتالي الوقوع كان موجودا والقرار على ضربة الجزاء كانت حاضرة. وربما يتقدم بيرلو، ربما بيرلو هو، شوف طبعا كسر الزجاج في الشوط الاول، هذا الزجاج المكسور خلفه في الشوط الاول، ممكن الصينيين يغرمونه. اللي ضرب الجزاء فيدال وليس بيرلو، فيدال وليس بيرلو، فيدال يعادل، نعم فيدال ياتي بالتعادل وتعود المباراه ويعود السوبر الى الملعب، تعود المباراه الى التعادل وتعود المحاولات مره اخرى، لكن حطها، حطها صح فيدال، حطها صح الكرة الماضية، وبالتالي يعود اليوفنتوس الآن. ضرب الجزاء في الشوط الثاني تعيد اليوفنتوس إلى التعادل وتعيد المباراة المثيرة إلى إثارة كبيرة، أصبحت الآن 2-2 2-2. يا كثر ما يفرح